تلاميذتنا الأعزاء مرحبا بكم في هذه الحصة وهي حصة التاريخ في مادة التاريخ عفوا موجهة لشعبتي الأداب والاقتصاد والتصرف سيكون موضوع هذا الدرس حول استقلال المستعمرات وبروز العالم الثالث تمهيدنا للدرس من هذه الخريطة وهي تبرز العالم في سنة 1939 في هذه الخريطة اغلب مجال القاره الافريقيه وجنوب اسيا وجنوب شرقها كانت مقسمه بين كل من فرنسا وبريطانيا في شكل مستعمرات بالاضافه الى بعض القوى الاستعماريه على غرار بلجيكا وبعض القوى الاستعماريه الاخرى مثل البرتغال، هولندا ثم عندما نقارن هذه الخريطه بخريطه ثانيه عنوانها تحرر المستعمرات وبروز العالم الثالث بين سنتي 45 90 نلاحظ انه بعد الحرب العالميه الثانيه بعد 1945 الاغلبيه الساحقه من هذه المستعمرات تحصلت على استقلالها وعندما نتابع في مفتاح هذه الخريطه نلاحظ ان اغلب هذه المستعمرات حصلت على استقلالها خاصه في الفتره الممتده من 1955 ل 1965 هذا ما اعتبر موجه كبيره لاستقلال المستعمرات في تلك الفتره ويلخصه كذلك هذا السلم الزمني. اذا في تمهيدنا لهذا الدرس نستنتج ان فتره الحرب العالميه الثانيه وما بعدها قد وفرت مجموعه من الظروف الجديده التي ساعدت الاغلبيه الساحقه على ساعدت عفوا الاغلبيه الساحقه من الشعوب المستعمره على نيل استقلالها او على الفوز باستقلالها. وهو ما يدفعنا للتساؤل حول العوامل الجديدة هذه التي ساعدت على تحرر هذه الشعوب المستعمرة ثم في سؤال ثانية فيما تمثلت موجة استقلال هذه المستعمرات بكل من إفريقيا وآسيا ثم هذه المستعمرات أو هذه الدول الجديدة التي نشأت إثر موجة الاستقلال ما هي المكانة التي ستحتلها في إطار نظام عالمي يتقاسمه قطبين في تلك الفتره او في اطار نظام عالمي ثنائي القطبيه نمر الى العنصر الاول الذي سنقوم فيه بالاجابه على السؤال الاول وهو العوامل المساعده لتحرر المستعمرات ننطلق من هذه الوثيقه موضوع عنوانها صدى دخول قوات المحور الى تونس سنه 1949 هي نص لاحمد فريد غازي أه يقول نص لكي يفهم او يفهم المرء عفوا ان هزيمه فرنسا قد بثت فرحه عارمه يجب ان يكون قد عانى مثلنا واضطهد كما اضطهدنا واحتقر كما احتقرنا. في هذا النص اشاره الى هزيمه فرنسا وهزيمه فرنسا حصلت اثناء الحرب العالميه الثانيه في بداياتها عندما تعرضت للغزو النازي. هذا ما اثار بطبيعه الحال اذا حسب هذا النص موجه عارمه من الفرحه في المستعمرات وهو وهي فرحه مرتبطه بانكسار فرنسا وهزيمتها وينطبق الامر كذلك على باقي القوى الاستعماريه الاخرى وخاصه بريطانيا التي تعرضت اثناء هذه الحرب ايضا الى القصف الجوي. بالاضافه الى ان هذه القوى الاستعماريه الكبرى التي كانت تتقاسم العالم اساسا بريطانيا وفرنسا تعرضت الى خسائر جسيمه اثناء هذه الحرب خسائر ماديه، خسائر بشريه، خسائر عسكريه الى اخره ادى الى تراجع هيبتها امام شعوب المستعمرات. ثم بالتوازي مع ذلك فان فتره الحرب العالميه الثانيه تاثرت فيها المستعمرات كذلك بالدعايه التي كانت توجهها دول المحور لهذه الشعوب لكسب مساندتها على غرار هذه الوثيقه التي تحمل عنوان الدعايه الالمانيه في اتجاه بلدان شمال افريقيا. سأقرأ مقتطفا منها وهي مقتطفات من إذاعة برلين في 2 فبراير 1940 تقول أيها المغاربة وهو إذا خطاب موجه إلى السكان بلاد المغرب العربي أيها المغاربة لا تدافعوا عن طغاتكم وبالأساس فرنسا التي كانت تسيطر على القسم الأكبر من بلدان المغرب العربي ارفضوا الخدمة العسكرية فرنسا تريد استعمالكم طعمة للمدافع فهي تضع جنودها في الخلف بينما تحتلون أنتم الخطوط الأمامية ويرمى بكم في مقدمة ميدان القتالي إذا انطلاقا مما سبق كل ما ذكرناه هي عوامل خارجية مرتبطة بالأساس بهزيمة هذه القوى الاستعمارية في بداية الحرب العالمية الثانية وانكسارها وتراجع هيبتها بالتوازي مع الخسائر الجسيمة التي تكبدتها إذا آ آه تراجع القوى الاستعمارية تعرضت هذه الدول الاستعمارية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى الغزو والاحتلال والحصار والقصف الجوي من قبل القوات الألمانية في أوروبا كما تعرضت أجزاء من مستعمراتها للاحتلال الياباني في جنوب شرق آسيا على غرار الهند الصينية على غرار كذلك أندونيسيا إلى آخره ثم أن بعض المستعمرات في فترة الحرب العالمية الثانية تحولت إلى ساحات القتال مثل ما حصل بالنسبة لبلداننا المغرب العربي التي شهدت انزال لقوات المحور وواجهت هذه القوات قوات الحلفاء التي قامت بدورها بانزال في تلك الفتره وصارت معارك في هذه المنطقه. ثم ان الحرب العالميه الثانيه الحقت بهذه القوى الاستعماريه الدمار وانهكتها اقتصاديا وهو ما اثر عليها وتراجعت هيبتها امام شعوب هذه المستعمرات. بالتوازي مع ذلك وكما اشرنا من خلال وثيقه سابقه تأثرت هذه المستعمرات بدعاية بلدان المحور التي كانت تحرضهم ضد مستعمريهم سواء كانت الدعاية الألمانية بالنسبة لبلدان شمال أفريقيا أو حتى كذلك الدعاية اليابانية التي وجهت للشعوب الآسيوية التي كانت تحتلها فرنسا خاصة وغيرها من القوى الاستعمارية وكانت هذه الدعاية اليابانية في آسيا تدعو هذه الشعوب الى الوقوف الى جانب الياباني بغايه تحرير كامل القاره الاسيويه من الهيمنه الاوروبيه. اذا استنتاجا مما سبق فان سكان المستعمرات وتبعا لتراجع هذه القوى الاستعماريه والخسائر الجسيمه التي تعرضت لها اصبح سكان المستعمرات اكثر جراه في المطالبه بحقوقهم. نمر الى هذه الوثيقه وهي مقتطف من ميثاق الاطلسي اوت 1941 أه وقع هذا الميثاق كل من تشرشل عن بريطانيا وروزفلت عن الولايات المتحده الامريكيه والتزم فيه الموقعان كما يبين ذلك البند الثالث يحت او هما أه باحترام حق كافه الشعوب يقول البند يحترمان حق كافه الشعوب في اختيار نظام الحكم الذي يريدون ان يعيشوا في ظله وياملان عوده السياده والحكم الذاتي لاولئك الذين جردوا منه بالقوه أه من خلال هذا البند أه نستنتج موقف الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أحد القطبين أه المسيرين للنظام العالمي وهي تتزعم الكتلة الغربية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كما رأيتم ذلك في درس سابق يتعلق بالحرب الباردة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا البند ومنذ بداية الحرب العالمية الثانية كانت تساند حق الشعوب في تقرير مصيرها إذا في إطار هذه العوامل الخارجية نمر إلى النقطة الموالية وهي مناهضة العملاقين للاستعمار فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مناهضتها للاستعمار إذ أمضى الرئيس الأمريكي روزفلت كما أشارت إلى ذلك الوثيقة السابقة مع رئيس الوزراء البريطاني تشرشل ميثاق الأطلسي سنة 1941 وتعهد الطرفان في هذه الوثيقة أو في هذا الميثاق باحترام كافة الشعوب في تقرير مصيرها القوة الثانية العظمى في العالم التي تتزعم المعسكر الشرقي وهو الاتحاد السوفيتي ساند بدوره حركات التحرر ويندرج ذلك في إطار صراعه مع الامبريالية إذ دعم حركات التحرر ماديا لكن كذلك دعم الأحزاب الشيوعية التي نشأت في بعض هذه المستعمرات على غرار الفيتنام بآسيا أو أنغولا بأفريقيا وهذا يندرج في إطار موقفه بصفة عامة من الاستعمار وكنتم في دروس سابقة قد تعرضتم إلى هذا الموقف في درس الثورة البولشيفية ثم في درس أه الحرب الباردة وهو موقف مبدأ من الاتحاد السوفيتي في اطار مناهضته للامبريالية والاستعمار بصفة عامة. نمر بعد ذلك الى هذه الوثيقة وهي أه بعنوان قرار منظمة الامم المتحدة المتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها. هذا القرار مؤرخ في ديسمبر 1952 يقول على الدول الاعضاء في المنظمة الاعتراف بحق سكان الاقاليم الواقعة تحت وصايتها والخاضعة لادارتها في تقرير مصيرها، ساكتفي بذلك هذا القرار صدر قرار اخر مشابه له في سنه 1960 في ديسمبر 1960 واكدت فيه هذه المنظمه الامميه على حق الشعوب في تقرير مصيرها بل اكثر من ذلك طالبت بتصفيه سريعه وغير مشروطه لكل اشكال الاستعمار ومظاهره. هذه الوثيقه المواليه هي رمز لمنظمه اقليميه نشات كذلك في تلك الفتره وهي جامعه الدول العربيه التي نشات في 1945. إذا جيم وانطلاقا مما سبق من وثاق نمر إلى دور المنظمات الدولية والإقليمية في مساندة حركات التحرر. عندما نتحدث عن المنظمات الدولية نتحدث عن الأمم المتحدة وكما أشرت إلى ذلك سابقا فقد أدانت الاستعمار منذ قيامها في سنة 1945 وقد نص ميثاقها صراحة على ذلك. ثم أشرنا سابقا من خلال الشعار الذي رأيناه سابقا إلى جميع الدول العربية وهي منظمة إقليمية تكونت في سنة 1945 وقد ساندت شعوب المنطقة العربية وتحديدا شعوب المغرب العربي في نضالها ضد الاستعمار بالتوازي مع ذلك ففي سنة 1955 انعقد مؤتمر باندونغ في أندونيسيا تحديدا في أفريل وهذا المؤتمر تجسد من خلاله التضامن الإفريقي الآسيوي أكدت مقررات هذا المؤتمر على حق الشعوب في تقرير مصيرها ودعا إلى مساندة الدول المكافحة من أجل التحرر الوطني خاصة بالمغرب العربي وفلسطين هذه كلها كما ذكرنا عوامل خارجية لكن الحصول على الاستقلال قدمت من أجل هذه الشعوب المستعمرة تضحية جسيمة وهو ما سنراه في العنصر الثاني والذي سيتمحور حول العوامل الداخلية التي ساعدت هذه البلدان على نيل استقلالها ننطلق من هذا النص لإيمي سيزار يتحدث فيه عن اوضاع المستعمرات غدت الحرب العالميه الثانيه يقول يحدثوننا عن التقدم الذي حققه الاستعمار والانجازات وغير ذلك يحدثوننا عن الامراض التي اختفت ومستويات العيش التي ارتفعت اما انا فاحدثكم عن الاف الرجال الذين ضحى بهم الاستعمار عن اولئك الذين انتزعوا من اراضيهم وسلبت منهم عاداتهم وتقاليدهم احدثكم عن ملايين الرجال الذين لقنوا بطريقه منهجيه الخوف وعقدة النقص والياس احدثكم عن اقتصادات اهليه دمرت عن زراعات معيشيه اختفت عن سوء تغذيه في ازدياد عن زراعات موجهه فقط لصالح المتروبول المتروبول بمعنى الدوله المستعمره بالنسبه التونسية الدوله المستعمره نذاك فرنسا عن سلب منظم للمنتجات والمواد الاوليه اذا في هذا النص واضح التاكيد على مساوئ هذه الأنظمة الاستعمارية التي عملت على استنزاف الشعوب التي خضعت لها استنزافها اقتصاديا بشريا إلى غير ذلك وهو ما خلف نقمة هذه الشعوب على مستعمريها نتطرق إلى ذلك في الفقرة التالية وهي بعنوان A وهي أ بعنوان عفوا استفحال أزمة المجتمعات الخاضعة للاستعمار إذ نتيجة السياسة الاستعمارية وبالأساس ب... نتيجة السياسة الاستعمارية بالأساس استفحلت ازمه هذه المجتمعات فقد شهدت تفقير الفلاحين انتشار البطاله تضخم عدد سكان المدن بافواج كبيره من النازحين وكل ذلك ادى الى تنامي الغضب الاهلي الذي كان موجها بالاساس الى المعمرين وبرزت بهذه المستعمرات في تلك الفتره رغم الانتشار المحدود للتعليم نخب وطنيه مثقفه استفادت من الانتشار النسبي للتعليم في هذه المستعمرات وقادت هذه النخب العمل السياسي والنقابي انذاك وعلى سبيل من المثال عندما ناخذ بلاد تونسيه النظام الوطني في بلاد رايتم ذلك سابقا في فترتي العشرينات والثلاثينات وستؤكدون على ذلك في فترة اذا المسيره نحو الاستقلال بعض النخب ظهرت على غرار بعض المحامين من امثال بورقيبه او الاطباء من امثال اذا محمود الماتري فرحه حشاد في مجال العمل النقابي وينطبق الوضع او ينطبق هذا المثال كذلك على عده مستعمرات اخرى هذه صوره وثيقه مولي هي في شكل صوره لمقاتلون مغاربه في صفوف الحلفاء اثناء الحرب العالميه الثانيه تعليق تحت الصوره يقول جندت فرنسا 300 الف جندي من بلدان المغرب العربي وضمنهم الفرسان المغاربه الذين استبسلوا في معركه مونتي كاسينو بإيطاليا ضد قوات المحور. وعلى فكره فرنسا جندت 300 جندي من بلدان المغرب العربي، لكن كذلك جندت عدد عدد مماثل من مستعمراتها الأخرى. ثم أن بريطانيا جندت ما يزيد عن مليوني شخص من الهند لمساندتها في الحرب العالميه الثانيه. هذا ما يحيلنا إلى الفقره المواليه ب مشاركه المستعمرات في المجهود الحربي لفائده الدول الاستعماريه فقد عمدت هذه القوى اثناء الحرب العالميه الثانيه مثلما حصل في الحرب العالميه الاولى في الحقيقه الى تجنيد اعداد كبيره من سكان المستعمرات وتم ارسالهم الى جبهات القتال لكن المستعمرات لم تساند هذه القوى فقط بالأعداد بأعد... لم تساندها باعداد كبيره من المجندين بل سندتهم كذ... أش... القوى الاستعماريه في هذه الحرب بعدد كبير من العمال والمواد الاوليه والغذائيه وتبعا لذلك فان هذه الشعوب المستعمره وبسبب هذه التضحيات الجسيمه التي قدمتها للقوى الاستعماريه كانت تتطلع في فتره ما بعد الحرب العالميه الثانيه الى نيل استقلالها واكثر من ذلك فان كثير عدد كبير من المجندين الذين شاركوا في هذه الحرب قد اكتشفوا التناقض الكبير لهذه القوى الاستعمارية الأوروبية تناقضها الكبير بين تمجيدهم للوطنية أو تمجيد هذه القوى للوطنية داخل بلدانها وإنكارها لدى الشعوب المستعمرة وهذا ما يفسر أن عددا كبيرا من المجندين المسرحين والذين شاركوا في هذه الحرب العالمية الثانية سيلعبون دورا كبيرا في المقاومة المسلحة التي ستندلع بهذه المستعمرات خاصة في مرحلة أو في فترة الخمسينات على غرار الثورة الجزائرية أو حتى كذلك المقاومة المسلحة في عديد البلدان الأخرى من أمثال إذا المقاومة المسلحة في تونس أو المغرب الأقصى. هذه وثيقة أخرى بعنوان الندوة الإفريقية بمانشستر في أكتوبر 1945. هذه الندوة شارك فيها التسعين نائب من إفريقيا الناطقة بالإنجليزية ومن ضمنهم الزعيم الغاني كواميني كروما يشير النص سوف اكتفي فقط بالجمله التاليه في السطر الرابع يقول نحن نطلب بكل تاكيد الحكم الذاتي والاستقلال لافريقيا لا اكثر ولا اقل تبعا لما سبق من عوامل وانطلاقا من هذا النص نلاحظ ان الشعوب المستعمرات اصبح في هذه الفتره مطلبها الاساسي هو الاستقلال تنام الوعي الوطني في المستعمرات أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها إذا انطلاقا من الوثيقة السابقة نلاحظ أن هذه الشعوب المستعمرة قد أصبحت أكثر جرأة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في المطالبة باستقلالها ورفع كما بيّن ذلك النص السابق صراحة هذا المطلب بعد أن كانت في فترات سابقة برامج هذه الحركات الوطنيه تقتصر على المطالب مجرد المطالبه ببعض الاصلاحات او بالحكم الذاتي. وكمثال على ذلك يمكن ان ناخذ برنامج الحزب الحر الدستوري التونسي في سنه 1920 يعني قبل الحرب العالميه الثانيه وفي نقاطه التسعه كان الطلب الاساسي في تلك الفتره هو تحسين اوضاع التونسيين والمطالبه بتشريك التونسيين في اداره شؤون البلاد. بعد الحرب تغيرت الامور واصبح الوطنيون في المستعمرات يطالبون بالاستقلال وارتباطا بالسياسه بالسيا... بهذه السياسات الاستعماريه وخاصه سياسه الاستنزاف والقمع فان القاعده الاجتماعيه للعمل الوطني في هذه المستعمرات اتسعت وشهدت هذه المستعمرات تشكيل جبهات وطنيه جمعت احزاب ونقابات ومنظمات وجمعيات وكمثال على ذلك يمكن ان نشير الى التلاحم الذي حصل بين النظالين السياسي والنقابي في البلاد التونسيه عندما ساندت او ساند الاتحاد العام التونسي للشغل نظالات الحزب الحر الدستوري الجديده في فتره ما بعد الحرب العالميه الثانيه. اذا انطلاقا مما سبق نستنتج ان كل هذه العوامل بصفيها الخارجيه و هذه العوامل الداخليه تضافرت لتفرز ظرفيه ملائمه دفعت بهذه الحركات الوطنيه لتدعيم او لتطوير نضالاتها من اجل التحرر والاستقلال والذي في الحقيقه تحصلت عليه خلال هذه الفتره فتره ما بعد الحرب العالميه الثانيه وبذلك ننتقل للعنصر الثاني وموضوعه موجه استقلال المستعمرات في اسيا وافريقيا. ننطلق من هذه الوثيقة وهي بعنوان طرق الانعتاق حسب الزعيم الغاني نيكروما كوامي نيكروما الذي أشرنا إليه في وثيقة سابقة يشير في هذه الوثيقة إلى التالي يقول هناك طريقتان لتحقيق الانعتاق تكون الأولى عن طريق الثورة المسلحة والشرعية أذكر كمثال الانتصار الذي تحقق بالهند على الإمبريالية البريطانية بواسطة الضغط المعنوي ان الحريه لا يمكن ان تمنح ابدا لاي بلد مستعمر على طبق من فضه بل لا بد للحصول عليها من صراعات مريره اذا واضح في هذا النص يشير الزعيم الغاني الى طريقتين لنيل الاستقلال وهما اما الثوره المسلحه او الطرق الدستوريه والشرعيه كما سماه وهو ما ننطلق به في الفقرة الأولى من هذا العنصر بعنوان تنوع أشكال النضال لنيل الاستقلالي فقد اعتمدت الحركات الوطنية أشكال نضالية متنوعة منها العمل السياسي المنظم النضال النقابي النضال المسلح وكما أشرنا سابقا كل أشكال النضال هذه تصنف إلى مقاومة مسلحة وقد اعتمدت في عدة بلدان مثل الجزائر والفيتنام وعندما نقول مقاومة مسلحة يعني هذا لا يعني تغييب باقي اشكال النضال، لكن الطاغي على هذه على هذه الحركات او حركات المقاومه هذه هو المقاومه المسلحه التي انتزعت او بفضلها انتزعت هذه البلدان استقلالها. ثم الشكل الثاني هي المقاومه بالوسائل السلميه. اذا من خلال النضال السياسي عن طريق الاحزاب او النضال النقابي او النضال الثقافي والديني او النضال الاقتصادي كمقاطعه البضائع الانجليزيه بالهند الى اخره. لكن كذلك أيضا البلدان التي التي ركزت على هذه الوسائل السلمية للمقاومة لا يعني أنها لم تستعمل طرق مسلحة، فالحركة الوطنية التونسية انتزعت استعمار استقلالها عفوا في سنة 1956 بفضل هذه الوسائل، لكن كذلك اعتمدت أيضا على العمل المسلح خاصة في الفترة متأخرة خلال الخمسينات. نمر بعد ذلك إلى هذه الوثائق الوثيقه الاولى هي صور بالاساس لغاندي ونهرو وهما شخصيتين و خلال هذه الفتره وهما من رموز الحركه الوطنيه في الهند ثم الوثيقه الثانيه او الصوره الثانيه هي صوره هوشي منه في تعريفه هو كان قد عمل في شبابه بفرنسا وانخرط في الحزب الشيوعي سنه 1920 وبعد أن قام فترة بالاتحاد السوفيتي عاد إلى وطنه الفيتنام وأسس الحزب الشيوعي سنة 1929 ثم كون رابطة تحرير الفيتنام أو الفيتمنه لمقاومة الاستعمار الفرنسي وواضح كونهش منه قد قاوم فرنسا وكان متأثرا بالفكر الشيوعي هذا يبين أن بعض أو قيادات الحركات الوطنية في تلك الفترة كانت لها مرجعيات مختلفة ف هذه الحركة فبعض هذه القيادات كانت متأثرة بالفكر الليبرالي الغربي مثل ما كان بتونس أو بالهند كما ظهرت حركات أخرى تزعمتها أحزاب اشتراكية أو شيوعية معاديه للاستعمار والنظام الاقتصادي الرأسمالي مثل ما هو الحال بالنسبة لفيتنام وكما أشرنا هوشي منها الذي كان متأثرا بالفكر الماركسي في الوقت الذي اتجهت فيه بريطانيا في تلك الفترة الى تصفيه تدريجيه لمستعمراتها مع المحافظه على مصالحها في اطار الكومنولث فان فرنسا قد سلكت طرقا اقل مرونه ولم تستجب الى امال سكان مستعمراتها في الاستقلال اذا خلال فتره ما بعد الحرب العالميه الثانيه فرنسا ارادت ان تتمسك بمستعمراتها واقترحت مشروعا لذلك هو مشروع الاتحاد الفرنسي والذي رفضته آه هذه المستعمرات آه وتمسك فرنسا بمستعمراتها كان نفس الحكايه كذلك مش تعود لي صديقي على غير فرنسا فان كذلك كل من هولندا والبرتغال تمسكت ايضا بسياسه الهيمنه في تلك الفتره نمر الى موجه استقلال هذه المستعمرات في اطار هذه السياسات المتباينه وانطلاقا مما سبق سنلاحظ ان اولى المستعمرات التي نالت استقلالها هي مستعمرات انجليزيه انجليزيه تابعه للامبراطوريه الاستعماريه للمملكه المتحده فبالنسبه للمستعمرات الاسيويه نلاحظ ان اولى المستعمرات التي تحصلت على استقلالها حسب هذه الخريطه هي الهند التي نالت استقلالها في 1947 وقبل ذلك سوريا كانت سوريا لبنان كذلك بالنسبة لقارة آسيا قد تحصلت على استقلالها ثم آه بعد ذلك نلاحظ أيضا استقلال الهند الصينية آه استقلال الفيتنام، استقلال اللووس، آه كمبوديا وهي مستعمرات فرنسية حصلت كذلك موجة كبيرة لاستقلال المستعمرات بأفريقيا آه استقلال المستعمرات الانجليزية على غرار السودان غانا نيجيريا استقلت في 1960 حسب هذه الخريطه وغير المستعمرات الاخرى لكن كذلك استقلت كذلك المستعمرات التابعه لفرنسا على غرار تونس المغرب الجزائر الى اخره كل موجه الاستقلال هذه يلخصها الجدول التالي بعنوان استقلال المستعمرات باسيا وافريقيا اذا بالنسبه لاسيا استقلال سوريا ولبنان في سنه 1946 استقلال الهند في 1947 والهند استقلت بعد مفاوضات مع الانجليز ومن أب من ابرز وجوه الحركه الوطنيه بها غاندي الذي اشرنا اليه سابقا ونهرو جواهر للنهر ثم الهند بعد استقلالها انقسمت الى الهند وباكستان وسيلان التي ستصبح لاحقا سريلانكا استقلال كذلك اندونيسيا عن هولندا سنه 1949 وتزعم الحركه الوطنيه بها احمد سوكارنو استقلال الهند الصينية التي أشرنا إليها سابقا بعد حرب دامية خاضها الفيتناميون بقيادة هوشي و وهذه الحرب خاضوها ضد القوات الفرنسية بين 1940 و 1954 وتبعا لهذه الحرب انقسمت الفيتنام إلى فيتنام شمالي وهو أقيم فيه نظام شيوعي وفيتنام جنوبي وهو دولة موالية للغرب ثم كذلك استقلال كل من اللاوس وكمبوديا أيضا بالنسبة للمستعمرات بإفريقيا نبدا بالمستعمرات الانجليزيه فقد استقلت السودان سنه 1950 غانا في سنه 1957 نيجيريا 1960 كينيا عام 1963 ثم باقي المستعمرات الانجليزيه سيراليون جامبيا تنزانيا اوغندا في الستينات استقلال جنوب افريقيا وزيمبابوي في 1960 و 1965 بالنسبه للمستعمرات الفرنسيه استقلت غينيا في 1958 وبقيه بلدان افريقيا جنوب الصحراء في سنة 1960 تحررت كذلك بلدان افريقيا بلدان عفوا شمال افريقيا تونس الجزائر المغرب الاقصى ثم باقي المستعمرات تشير الخرائط السابقة الى استقلال ليبيا والتي كانت خاضعة للاستعمار الايطالي تحرر كذلك الكونغو عن بلجيكا سنة 1960 وتحرر المستعمرات البرتغالية بالاساس غينيا بيساو انغولا موزمبيق في السبعينات ثم اخر هذه المستعمرات التي نالت استقلالها هي ناميبيا وكان ذلك في سنة 1990 موجة الاستقلال هذه أفرزت مجموعة من الدول الجديدة على الساحة الدولية هذه الدول الجديدة السؤال الذي يطرح في تلك الفترة ما هي المكانة التي ستحتلها أو المكانة التي احتلتها في إطار النظام العالمي الذي كان ينقسم فيه العالم في تلك الفترة معسكرين كبيرين معسكر غربي وآخر شرقي هذا أو هذه الكتلة الجديدة من الدول المستقلة تحدث عنها الفرنسي عالم الديمغرافيا والاقتصاد ألفريد سوفي في هذا النص الذي يحمل عنوان ثلاث عوالم وكوكب واحد يقول نحن نتكلم بسرور عن عالمين متقابلين وعن حربهما المحتملة وعن تعايشهما وهي الكتلة الغربية يعني العالم الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي الكتلة الشيوعية يقول نتحدث عن هذين العالمين العالمين متناسين في اغلب الاحيان ان هناك عالم ثالث وهو الاهم وعلى العموم هو الاول في الزمن انه مجموع البلدان التي نسميها بتعبير الامم المتحده البلدان المتخلفه. ان هذا العالم المنسي والمستغل يريد هو الاخر ان يصبح شيئا يذكر. اذا الفريد سوفي وهو اول من تحدث في الخمسينات عن عالم ثالث عن كتله جديده برزت على الساحة الدولية وهي هذه البلدان المستقلة حديثة النشأة أو هذه الأنظمة حديثة النشأة في تلك الفترة هذا ما يحيل العنصر الثالث في الدرس والذي يحمل بروز العالم الثالث وحركة عدم الانحياز إذا أفضت موجة استقلال المستعمرات في كل من آسيا وإفريقيا إلى نشأة دول جديدة في عالم كان يتسم بالقطبية الثنائية أثناء فترة الحرب الباردة و قد عملت هذه الدول الناشئه على التاثير في, في السياسه عفوا العالميه وتبليغ صوتها بعقد مؤتمر باندونغ باندونيسيا في ابريل 1955 واشرنا في عنصر سابق الى مقتطفات من البلاغ النهائي لهذا المؤتمر الذي ساند حركات التحرر في العالم وكانت كان موقف الدول المشاركه في هذا المؤتمر مناهض للاستعمار اذا شاركت في هذا المؤتمر الدول المستقله الاسيويه الافريقيه وبعض حركات التحرر من بلدان المغرب العربي وقبرص وحضرت في هذا المؤتمر قيادات بارزة من العالم الثالث مثل نهرو وأحمد سوكارنو وجمال عبد الناصر وسيني شونلاي وحصل في هذا المؤتمر إجماع على إدانة كل تدخل في الشؤون الداخلية للدول الجديدة وإدانة الاستعمار والعنصرية وأكدت البلدان المشاركة في هذا المؤتمر على ضرورة إرساء تعاون بينها إذا نستنتج أن مؤتمر باندونغ هذا مثل أو مثلت هذه الندوة عموما بدايات تشكل كتلة جديدة من البلدان بزعامة بعض القيادات من العالم الثالث كانت تنحى في اتجاه أو تسعى إلى عدم الانحياز إلى إحدى الكتلتين المهيمنتين على العالم في تلك الفترة وما ما يحيلنا إلى فقرة الفقرة الموالية من الدرس والتي تحمل عنوان ندوة بلغراد وبعث حركة عدم الانحياز إذا انبعثت هذه الحركة ببلغراد سنة 1961 بدفع من الرئيس اليوغوسلافي تيتو والهندي نهرو والمصري جمال عبد الناصر والذين وهذه وهي قيادات أشارت إليها الصورة السابقة وتهدف الدول المؤثرة هذه الحركة إلى البروز كأطراف فاعلة في النظام العالمي وترفض التحالف مع الدول الكبرى تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي فهذه البلدان دعت إلى اعتماد منهج حيادي تجاه الأحلاف التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيلها في تلك الفترة على غرار حلف بغداد الذي عرضته مصر وكذلك عديد الأحلاف الأخرى التي عرضت هذه الزعمات آه وفي النهايه فان هذه البلدان المستقله حديثا بلدان العالم الثالث هذه هي سعت في اطار آه بحثها عن حلول لمشاكل التخلف الذي كانت تعانيه مشاكل التبعيه الى غير ذلك الى بعث هياكل ومنظمات دوليه تساعدها على مواجهه هذه المشاكل ومن بين هذه المنظمات نذكر منظمه الوحده الافريقيه التي تم بعثها في بدايه الستينات وغيرها من الهياكل الاخرى مثل منظمه البلدان المصدره للنفط التي تم بعثها في سنه 1960 الى اخره اذا نمر الى خاتمه هذا الدرس نشير الى انه لان وفقت الاغلبيه الساحقه من هذه المستعمرات الاسيويه والافريقيه في استرجاع سيادتها السياسيه فإن العديد منها واجهته ولا زالت تواجهه عقبات كثيرة في سبيل تحقيق التنمية والتخلص من التبعية والإستعمار الإقتصادي. وهذه أعزائي التلاميذ قائمة في الأعلام والمصطلحات والمفاهيم الأساسية المرتبطة بهذا الدرس. بالنسبة للمصطلحات والمفاهيم والأحداث جميع الدول العربية مؤتمرات باندونغ او مؤتمر عفوا باندونغ العالم الثالث منظمه الوحده الافريقيه حركه عدم الانحياز معركه ديان بينفو في يخص الاعلام غاندي جواهر للنهر هوشي منه احمد سوكارنو جمال عبد الناصر والمارشال تيتو اذا شكرا على المتابعه ونلتقي في درس قادم